غادي تغنيك على جميع الوصفات اللي كتشوفيهم واللي كتسمعيهم واللي ما عطاوكش نتيجه نهائيا. هاد الوصفه اللي المكونات ديالها طبيعيه وما نخافوا من حتى شي حاجه في ازاله البطن وكذلك الشحوم ديال البطن اللي كتكون عندنا في الاسفل. ما عليك اختي الكريمه واخي الكريم الا تتبع الفيديو من الاول حتى الاخير باش تستفد وتفيد غيرك. وكنتكلم مع الناس اللي كيحمقوا عليا وكنحمق عليهم من قلبي، ما تنساونيش من اللايكات فضلا وليس امرا، تشجيعا لكم لنا دائما غير كتزيدوا تشجعوني وتحفزوني باش نجيب لكم الوصفات الناجحه اللي دائما كنلقاها في التعاليق. الحمد لله والشكر لله. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم اخوتي جبت لكم واحد الوصفه غزاله، ماشي وصفه، جوج ديال الوصفات اللي قدات على الاولى وعندها المكونات ديالها تستعملها، واللي ما عندهاش تستعمل الوصفه الثانيه اللي جوج الوصفات المكونات ديالهم بجوج بهم متوفرين عندكم في المنزل، لانني دائما كنحرص باش نجيب لكم حاجه اللي المكونات ديالها تكون عندكم في البيت ديالكم. ونبداو على بركه الله. الوصفه ديالنا للمكونات ديالها كيفما قلت لكم متوفرين في كل منزل. اول شيء غادي نحتاجو اختي، غادي نجيبو وعاء ديالنا اللي كنوضعو في هذا فوق النار، غادي نجيبو قطعه. اول حاجه غادي نحتاجوها هو الجذع ديال الكرافس. ها هو البنات كيف ما كتشوفوا الجذع ديال الكرافس. صافي غادي نقطعو هذا البنات، خطير ورهيب في تخسيس البطن وكذلك البطن السفلى اللي كتكون عندنا لتحت، لانه هذيك صعيبه 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 بزاف انها يعني تحيد بسرعه. هاد الكرافس البنات غزال وخطير ورهيب في ازاله البطن. اول حاجه كيف ما تشوفوا نقطعو قطع صغيره على هذا الشكل هذا. صافي نحيدو هاد الطرف نوضعوه في هاد الوعاء هذا. هاد البنات هاد الوصفه هادي غير تبعوها والله البنات الا غادي تعجبكم بزاف بزاف. ثاني حاجه غادي نحتاجوها البنات هو يا الجزر. حتى هو نوضعوه هنايا. والان غادي نجيبو الطماطم، غناخدو فقط النصف ديالها، غناخدوهاش كامله. هاد الخلطه هذه البنات الا تبعتوها واحد المده وجيزه غادي تشوفوا ما شاء الله الفرق بعينيكم. غير تبعوها وغادي نعطيكم ان شاء الله حتى الوقيته فوقاش تشربوه باش تنجح معاكم الطريقة وتنجح معاكم الخلطة. انتما كيف ما كتشوفوا المكونات كاملة طبيعية ما عندها حتى شي ضرر على الجسم. هنا يا البنات غادي نحتاجو الربع ديال حامضة. اول شيء بعدا نعصرو هاد العصرة هادي هكا المكونات ونقطعوها الى قطع صغيرة. نوضعها على النار صافي. وغادي نضيف ليها الماء اللي غادي نحتاج. هنا البنات انتما تقريبا لتر ديال الماء غادي نوضعو هنايا وغادي نغطيها. ضروري خصها تغطى من الفوق باش ديك الزيوت المتطايره ديالها ما تطيرش. على هذا الشكل هذا غادي نوضعها فوق النار ونرجع معكم. ها هو البنات كيف ما كتشوفوا، يعني خاصنا نخليوه حتى يغلى لينا مزيان ويطلقوا العناصر مع بعضهم وتطلق لينا المكونات مع بعضهم، وتشوفوا انه المكونات صافي بدات كتطلق مزيان، ديك الساعه نطفيو عليها النار. ها هي البنات كيف ما كتشوفوا، ها هي بدات كتطبخ مزيان كتغلى. نزيدو نخليوها تقريبا واحد نصف ساعه ونعاود نغطيها. دابا البنات ها هي شفتوا كيف ما شفتوا حيدتها من فوق النار
والرائحه ديال الكرافس عاطيه فوقاش تعرفوا انه الوصفه صافي راها يعني طابت ونجحات ومزيان. فاش تشوفوا الكرافس عاطي واحد الريحه مجهده مجهده مجهده. دابا غادي نوضعها في هذه القنينه هذه وغادي نرجع معكم. انا دابا راني وضعتها في القنينه ديال الزاج وباقا سخونه ووضعتها هي المكونات اللي طيبت معها وغادي نخليها على جنب يعني في المطبخ تقريبا واحد ساعتين حتى تبرد ويزيد ويطلقوا المكونات مزيان مزيان عاد ديك الساعه تستعملوها. دابا غادي نقلب لكم الكاميرا باش نشرح لكم فوقاش تشربوا هذه الوصفه هذه اللي غزاله غزاله غزاله. ودابا خوتي غادي نشرح لكم هذه الطريقه هذه ديال هذه الوصفه هذه الرائعه اللي فاش غادي تجربوها خوتي ما غاديش تستغناو عليها ان شاء الله وغادي تشوفوا النتيجه بعينكم في واحد الوقيته اللي قصيره. تعكزوا انا كنقول لكم العكز العكز حيده حيدوا عليا العكز باش ان شاء الله تحيدوا لي ديك الكريشه وما تبقاش نهائيا نهائيا. هاد الوصفه كيف ما شفتوا اخوتي غادي نخليوها من ساعتين حتى ثلاثه السوايع فوق يعني الطاوله ديال المطبخ تطلق على خطر خطرها وتزيدوا يتجانسوا لنا العناصر وغادي نوضعوها في الثلاجه. فاش غنوضعوها في الثلاجه فوقاش غنشربوا هاد المحلول هذا او فوقاش نشربوا هاد الوصفه هذه غنشربوها على الريق كل صباح كاس ديال هذا المشروب هذا. ان شاء الله ما تجيو تكملوا العشرة ايام او تكملوا ال 15 يوم حتى تشوفوا ما شاء الله ما شاء الله النتيجه بعينكم. وما نساوش خوتي العزاز كذلك واحد النصيحه اللي غادي نصحها لكم ماشي نشربوا المحلول ونبقاو نتعشاو ونبقاو ناكلوا في الخبز وناكلوا في النشويات وناكلوا في الاشياء اللي كتزيد تخنا واللي كتزيد يعني تزيد في الحجم ديال البطن ديالنا وكنقولوا انه ما لقيناش النتيجه. لا ضروري نشربوا المحلول وكذلك نديروا معاه واحد شويه ديال الريجيم اللي نقصوا النشويات ونقصوا الخبز بالاخص بالليل. انا كنعطيكم واحد النصيحه البنات وكذلك حتى خوتي بالليل حيدوا عليكم الخبز وحيدوا عليكم النشويات. ودابا غادي نمروا للوصفه ديالنا الثانيه اللي حتى هي غزاله وفنه. انا كيف ما قلت لكم في الاول عطيتكم جوج الاختيارات نتوما حرين بجوج بهم تيعطيو نتيجه غزاله 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 بزاف في واحد الوقيته اللي قصيره. اول حاجه غادي نحتاجوها هنا يا خوتي هوايا القزبر هانتوما يا اشياء طبيعيه نقطعوها كعشوائي لهذا الشكل هذا هكا. وهنايا غادي نجيبو الحامض ديالنا نقطعوه على هذا الشكل. نتوما لكم حريه الاختيار ما بغيتو تستعملوا وكذلك يعني المكون الثالث هو هانتوما كيف ما كتشوفوا ربع ملعقه صغيره ديال القرفة غادي نوضعوها وكذلك ربع ملعقه صغيره ديال الزنجبيل. الا كان عندكم الزنجبيل طري مزيان ما كانش تعملوا غير هذا حتى هو يكون غير جوده عاليه. صافي في هذه الاثناء غادي نضيفوا هنايا الماء ديالنا لهذا الشكل غادي نخلط العناصر. بالنسبه للناس اللي عندهم الضغط وعندهم السكر ما يستعملوش القرفه شويه هي مجهده عليهم. يعني انا كنعطيكم الوصفات اللي يعني اي واحد يستعملها واللي عنده مثلا شي مشكل يستغنى على شي مكون. دابا البنات غادي نوضعها على النار. ها هو البنات كيف ما شفتوا ها هو كيطبخ وغطيوها البنات ضروري انكم تغطيوه. صافي تقريبا دابا واحد ربع ساعه وهو كيطبخ تطلقوا العناصر مع بعضهم. والان خوتي بغيت نشرح لكم الوصفه الثانيه اللي حضرت معكم اللي حتى هي سهله غير هي كيف ما قلت لكم الناس اللي عندهم الضغط ما يديروش القرفه لانه هي شويه ما كتفاهمش مع الضغط اللهم او يستعملوا الوصفه الاولى. انا عطيتكم جوج الوصفات وانتم استعملوا اللي بغيتوا واللي ارتحيتوا فيها. حتى هو خوتي غادي تشربوه في الصباح قبل الافطار يعني هاد الوصفات هادو تشربوهم قبل ما تفطروا وتجلسوا واحد شويه عاد ديك الساعه فطروا ونوضوا قضيو الاغراض ديالكم
ونوضو قضيو الاشغال ديالكم. نتمنى اخوتي انه هاد الوصفات هادو يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش على اختكم سناء باللايك فضلا وليس امرا تشجيعا لكم لنا، وبارطاجيوها بارطاجيوها بارطاجيوها مع الناس اللي محتاجين هاد الوصفات باش حتى هما مساكن يستافدوا وتفيد غيرك وتاخذ الاجر حتى انت عليه. وتنتي اختي الكريمه تهلاو لفراسكم الى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.